والله انا رايي بالمدرب الانجليزي انه يعني كل مدرب يعني بيفهم شو بيشتغل، وانه هو لما عمل التشكيله هاي يعني عارف شو بده يسوي، وان شاء الله يا ربي انهم يبيضوا وجهنا وتكون ويفوزوا ونحقق مستوى كاسح ان شاء الله. هلا انا بعتقد انه المنتخب تشكيله منيحه شباب، بس بحاجه الى كم لاعب خبره، يعني مثلا عامر شفيع مع انه كبير بالعمر بس له دور بالمنتخب، بيكون لانه لاعب خبره له قياده بالمنتخب. اقصد عامر ذيب. عامر ذيب برضه لازم يكون موجود. هلا اللاعبين المحترفين المفروض يكونوا كلهم جاهزيه عاليه، يعني ان شاء الله بنعمل شيء بمنتخب باسيا وان شاء الله خير. يعني ايش رايك بالمدرب الانجليزي راي ويكنز منذ استلام المهمه هاي منذ اشهر؟ والله هو كتكتيك يعني على ما اعتقد انه غير بالتكتيك شوي، بس بحاجه لوقت، يعني مستحيل بكم بشهرين ثلاثه لسه ما شفنا مباريات حقيقيه. يعني اخر مباراه مع استونيا المنتخب لعب استحوذ وسيطر، بس ما كان في حظ انه يحط اجوال، بس ان شاء الله لا القادم الجاي احسن ان شاء الله. والله شوف ان شاء الله الله يوفقهم كويس، بس التشكيله فيها شوي ظلم. يعني عندك كابتن عامر ذيب، يعني ليش ما بيلعب في المنتخب كويس؟ عندك اللهم صل على سيدنا محمد، التشكيله كويسه وحلوه يعني، ومنيح اخذ عامر شفيع كمان يعني كويس، بس مدربنا شكله يعني من الله بالي عارف عنه، يعني بغيب على المباريات بيجي بحط اسامي بضلوا رايح، بجيب اسامي بضلوا رايح، يعني كانه محطوطين حط عنده يعني على الورقه. ما اعرفش يعني، بشوف مباراه الوحدات الرمثه الصريح صح ولا لا؟ ما فيش يعني ما في اسامي يعني. الله يسهل الامور ان شاء الله. والله اول شيء احنا بنعمل انه المنتخب يؤدي اداء ممتاز مشرف، اداء افضل من الاداء السابق في نهائيات اسيا. التمني شيء والواقع شيء اخر. انا شايف انه مدربنا الانجليزي مش مطلع تماما على اللاعبين. الاختيارات على ما يبدو انه فيها تدخلات، لاعبين كبار كثير لازم يكونوا موجودين بالتشكيله مش مستدعيهم لاسباب هو مسؤول عنها بالنهايه، بس انا بشوف انه لازم يكون في تدخل من مسؤولين الاتحاد الاردني، لانه سمعه الكره الاردنيه مش سهل انك انت تغامر فيها، وانا رايي انه المدرب الانجليزي عم بغامر.